لكن اليوم زيدا باش نعملوا حاجه حلوه، وشنو خير من حاجه حلوه تبدا هكا يا بنينه؟ اليوم حاجه حلوه اما ريفيزيتي. شنو معناها؟ معناها كيك، اما ماهوش كيك نورمال، كيك في فورما نتاع حاجه مزينه. اليوم شنو هي التيم اللي اخترته شيف لاميا؟ سي لو بتي ديجوني. لو بتي ديجوني، كي نقولوا فطور الصباح معناها نقولوا مثلا دبوس الحليب، نقولوا البول نتاع البول اللي نشربوا فيها الحليب. واليوم انت شيف لاميا قررت باش تعمل لنا باش نعملوا البول اللي فيها ناكلوا فيها فطور الصباح اللي هو لفتي ديش اي وباش نعملوا الكرواسون باش نعملوا الشوب نتاع الحليب وعندنا دبوس الحليب بيان سور. انت توا بديت تقد، خلينا نبداو معاك وابدا فسر لنا شنو عملت بالضبط. احنا توا هي الباز نتاع الجاتو هذا ديما جينواز اي، وجينواز هي ديما نقول سي لا ميم ريسيت سولمون نجمو نحطو شوكولاته اللي هو البودر دو كاكاو، سينو نحطوها ناتوغال. انت مل علينا توا بالضبط شنو يلزمنا نحط؟ 6 كعبات عظم و 150 غرام سكر عليهم 150 غرام فرينة. اي وشي اخر؟ هكا هاو، هذا بالنسبه للجينواز نتاعنا. لو احنا نحبوا نعملوا شطر ناتوريل وشطر، نقسموا الخليط هذاك ونحطوا مغرفتين كاكا. سينو هذاك هو جينواز اللي هي الباز، والباز الحاجه الثانيه هو السيرو اللي قلنا نعملوا شويه سكر وماء يجي سيرو خفيف، هو نحطوه على الجاتو نتاعنا في ونحضروا الكريمو بور بيان سور اللي هي 5 جون دوف عليهم اللي هي 5 كعبات عظم، 5 اصفر عظمه، اصفر عظمه وناخذوا نعملوا شحور في 45 غرام ماء على 160 غرام سكر. طيب الشحور هذيك والاصفر عظم قاعد يتركض ونصبوها كشحور، كي نمسوا البول نتاعنا من برا نحسوها بردت نزيدوها 280 غرام زبده هذيك الكريمو بور نتاعنا وهي اللي باش تكون في اونتر لي كوش نتاع جينواز. باهي اعطينا بليتاب بليتاب انت تو عملنا عنا عطيتنا لي زانغريديون نتاع جينواز عطيتكم ومن بعد عطيتكم لي زانغريديون نتاع الكريمو بور كيما نجمو نعملو كريم ديبلومات كريم موسلين كيما نحبو نحنا. مي اليوم انا استعملت كريم او بور، عملت الكوش نتاع لي كوش حطيت فيهم الكاكاو، معناها عملت كوش دو جينواز ناتوريل كريم او بور وشوكولا، عاودت رجعت جينواز شوكولا واحنا ماشيين في فورما نتاع بول صحفة بالاربش فورمت البول هكا بيتوها ليلة كاملة. ماذا بينا علاش انا نجيبهم حاضرين؟ خاطر يلزمهم 24 ساعة. ودهنتها بالكريم او بور كيما الشوب بالضبط، هذايا راهو الشوب هو جاتو. توا كي باش نعملوا له نحنا الكريم الباتا سكر نغلفوه كيما غلفنا البول باش يظهر يبدا توضح الصوره، فهمت؟ هذايا بالنسبه للشوب نتاعنا نفس الشيء. هي تكون من الاول هكاكه انت حطيتها في فورما؟ في فورما هذايا بخليت لومبورت بيس سيركولير قدر الشوب العادي، القياس بتاع الشوب العادي فورمت به الجينواز وحطيت جينواز كريم او بور جينواز حتين كملتها وحطيتها تبرد بيان سور ونجيبوها. توا كي تتغلفها بالباتا سكر تظهر لك ليماج اللي حاشتنا نحنا باش نوصلوها اللي هو البلاتو دو بتي ديجوني. دونك ومن بعد تحط انت الزينه اللي تحب عليها. بيان سور احنا نزينوها بالطريقه اللي هي تمشي الناتوريل اكثر باش تشوفها كوم سي قاعده انت تشوف في البول في الشوب في كل شيء، فهمت؟ هذه هي توا كملنا احنا البول نتاعنا كيما تشوف فيها عملناها بالديكور نتاعها نحطوها وتوا باش نحلوا الباتا سوكر اونكور اون فوا باش نغلفوا الشوب نتاعنا كيما قلنا. يعني خليك انت توا تحل الباتا سوكر نتاعك باش من بعد نعاودوا نرجعوا نشوفوا نفس اللي فيه الجاتو نتاعنا. الجاتو ما حسيت روحك يعني مش عارف في بتي ديج البول نتاع الحليب والحليب قاعدين تصب في وسط البول مزيد بالجراندور وبجنبه الكيس اللي نحطوا فيه القهوه ومعها كعبه كرواسون. راهو هذا الكل جاتو وراهو هذا الكل يتكل هكا ولا ليه؟ لا يقش نشوفوه توا مع بعضنا. دونك نورمالمون قبيله حطيت الجاتو وعملنا له الديكور نتاعو عملنا التقليد بالموتيف الكل حتى المغرفه زاده ماهيش مغرفه باتا سكر باتا سكر اللي هي تبدا هذه موجوده. واخترنا التيم نتاعنا انه باش يكون التيم بوتي ديش حتى الكانيلوني نتاعنا طابت هي حضرت، مي انا حطيتها بالعاني تبرد باش نفهموها خير من بعد في القصان. وكما قلنا نعاود نذكر في الروسيت نتاع جينواز اللي هي 6 كعبات عظم على 150 غرام سكر 150 غرام فرينه وشويه خميره
وكي نحبوا نحطوا فيها نعملوا دو كوش نجم نحطوا معرفتين كاكاو. سينو الكريم او بور كيما قلت لكم 5 اصفر عظم عليه 45 غرام مي و 160 غرام سكر ونخدموهم بالركضه، ومن بعد كي تبرد البول كومبليتمون نزيدو 280 غرام زبده. وهذه هما لي باز تاع الكاتو، سينو التغليف الكل يصير بالباتا سوك. بالباتا سوك على حسب اللون اللي نحبوا عليه وعلى حسب الموديل. وانت قلت لنا اذا كان زاد نحبوا ان نختاروا الفورمه بالضبط نحطوها قداش تقعد، مثلا حابين نحطوا فورمه تاع ديما ماذا بينا 24 ساعه. 24 ديما 24 كو سوا باش تخدم بفورمة البول او الشوب او اي حاجه فورمة اخرى سيركولير ولا لازم 24 ساعه. وبعد كيما غادي نشوفوا الباتا سويك خلينا نحطوا بها مغرفه نعملوا بها اليد نتاع هذا كله تغليف اليد الكتيبه كلها هذه الكتيبه كلها باتا سويك. وهكا كونكوا الحليب قاعد يتصب في وسط البول وبجنبه كعبة الكرواسون. نعاود نرجع انا للضيف اللي باش يكون حاضر معنا في الصالون، وماذا بيك شوف لي تخلي كعبة الكرواسون على جنب. هي ماهيش كعبة كرواسون العشية، هي هكا هي جاتو، اما نحن نقولوا ما يسالش كعبة الكرواسون.